صباح الخير عليك إبراهيم، وصباح الخير على كافة السادة المشاهدين. نعم، اليوم تحتفي وتحتفل منطقة القصيم بتخريج كفاءات وطنية شابة لخدمة هذا الوطن من خلال المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية. اليوم نحتفل برعاية سمو أمير منطقة القصيم، وأيضا معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس هيئة النقل، وأيضا عدد من أصحاب السعادة والجهات الحكومية، وأيضا الشركاء في القطاع الخاص. المعهد السعودي سيرب يخرج اليوم 421 متدربا من الدفعة الخامسة والسادسة وأيضا السابعة بتخصصات نوعية، وأيضا ببرامج تدريبية استمرت على مدى 30 شهرا. أيضا لما نتحدث عن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، نتحدث عن أول معهد متخصص على مستوى المملكة وأيضا على مستوى الخليج. لمزيد من التفاصيل ينضم إلي الآن المهندس سلطان السلطان، نائب المدير للمعهد السعودي التقني هنا بمنطقة القصيم. أهلا وسهلا بك مهندس سلطان، وحدثني في البداية عن هذا الحافل اليوم وعن تخريج 421 متدرب، تفضل معي هنا. حياك الله أخوي خالد، ورحب بقناة الإخبارية. في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية اليوم سعيدين بالاحتفال بتخريج 421 خريجا، وهذه من مساهمة المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب في توطين صناعة الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية، حيث أن المعهد يعمل على تدريب الكفاءات السعودية الوطنية وتدريبهم للقيام بمهام الفنيين في الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية. أبرز البرامج، المعهد يقدم برامج قيادة القطارات، برامج صيانة الإشارات والاتصالات والتحكم، برنامج صيانة القاطرات والعربات، خدمات المحطات والركاب، وجميع التخصصات الفنية في الخطوط الحديدية. على مدى يستمر التدريب، وأيضا ما بعد التدريب الخطوة التالية، ما هي الخطوة التالية للمتدربين الآن؟ برامج المعهد هي عبارة عن دبلوم 30 شهر. السنة الأولى تكون سنة تحضيرية، تحضير المتدربين وتهيئاتهم لدخول في مجال الخطوط الحديدية. كما تعلم مجال الخطوط الحديدية جديد على المنطقة ككل نسبيا، فتهيئهم في بداية من اللغة الإنجليزية، المصطلحات في هالصناعة، بالإضافة إلى المواد الأخرى التحضيرية، وبعدها ينتقل للسنة التخصصية، يتخصص في أحد التخصصات المذكورة سابقا، ويكمل سنة في هذا التخصص من ناحية التدريب في ورش ومعامل المعهد، بعدها ينطلق إلى المرحلة الثالثة وهي التدريب على رأس العمل في أحد مقرات الشركات المدربة في المعهد. طبعا البرامج تبدأ من اليوم الأول، هو على رأس العمل توقيع العقد، فهو حاجز، المتدرب يحجز وظيفته من اليوم الأول ويكون موظف تحت التدريب حتى التخرج إن شاء الله، مثل ما نشوف اليوم 421 اليوم احتفلوا بتخرجهم لله الحمد. الخطوة التالية لاحتضان المتدربين الآن 421، الخطوة التالية لهم ما هي؟ ومثل ما ذكرت لك أنه من اليوم الأول هو مرتبط في عقد وظيفي وتدريبي مع أحد الشركات. طبعا الشركات، الشركة للمعهد الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، وهي شريك مؤسس، شركة سيمنز أحد المشغلين لقطار الرياض، شركة ريمفي أحد مشغلي قطار الحرمين السريع، شركة كاف، شركة تالس وهي متخصصة بالاتصالات والإشارات والاتصالات والتحكم. شكرا لك دكتور ومهندس سلطان. الله يحييك، يا اهلا وسهلا، حياك. ايضا ابراهيم استضيف معي احد الخريجين اليوم، تفضل معي.
من معهد السعودي التقني للخطوط السعودية. تفضل هنا. الله يحييك. في البداية ألف مبروك، وحدثني عن تجربتك في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية. الله يبارك فيك. أول شيء أحمد الله وأشكره لما وصلت فيه من نجاح وتوفيق. أشكر الأمير فيصل بن مشعل ومعالي وزير النقل على حضورهم ودعمنا للحفل. بكل أمانة أنا بقص قصة، لأني من يوم وأنا صغير كنت أتنقل مع الوالد والوالدة من الرياض للحساء في القطار. الطفل إذا عجب المكان وده يكون فيه دائم، فكانت من يوم وأنا صغير ودي أكون في القطار. مرت السنوات، الواحد يدرس طموحه يكون في الجامعة، ما الله وفق، جت رؤية سيدي محمد بن سلمان 2030، أتاحت لي الفرصة أني أكون أقدم على شركة سار عن طريق معهد SRB. كانت البداية صعبة من الدراسة، سنة أولى إنجليزي أكاديميك، السنة الثانية تكنيكال على نفس التخصص اللي أنا عليه، إشارات وتحكم، بعد كذا انجوب ترينينج اللي هو على التطبيق. فبعد تطبيق الحمد لله وبعد مجهود وبعد شغل، أنا اليوم الحمد لله توفيقه في الرياض، جلسة أقدم شغلي إشارات وتحكم في الرياض. كانت الرؤية مساندة لي، وبإذن الله أتمنى لي التوفيق وللشركة كذلك في المستقبل بإذن الله. كيف كانت تجربتكم خلال من بداية التدريب حتى اليوم حفل التخرج؟ للأمانة التدريب أضاف لي كثير. لا في السنة الأولى من ناحية إنجليزي، تأسيس إنجليزي، بعد كذا أنت تتكلم عن سنة كاملة إنجليزي، سنة ثانية نفس التخصص، اشتغلنا على أكثر من شغلة في التخصص، صرنا مؤهلين في التطبيق، كملنا أشياء جديدة علينا في التطبيق، جينا الشغل وإحنا ربي لك الحمد يعني مرتاحين وعارفين كل الشغلة، يا ربي لك الحمد والحمد لله على التيسير والتوفيق. الطموح من يوم الصغر، واليوم أنا أعلق شارة سار، هذا شيء بحد ذاته الحمد لله عليه، شيء عظيم. أي الحمد لله، الله يعافيك. خالد العتيبي. نعم، شكرا، الله يعافيك. الله يعافيك. إذن إبراهيم، كما تشاهد الآن هاي ترتيبات الحفل الآن من خلفي، لبداية الحفل بإذن الله الساعة 1:30 مساء بحضور أمير منطقة القصيم ورعايته، وأيضا حضور معالي وزير النقل، وأيضا معالي رئيس هيئة النقل، وعدد من الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص. تجري الآن استعدادات كاملة لبدء هذا الحفل وتخريج هذه الكفاءات الوطنية الشابة لخدمة الوطن. أكثر من 421 شاب سوف يخدمون بإذن الله في مرحلتهم القادمة هذا الوطن. نعم. من المعهد السعودي التقني الذي يعتبر هو أول معهد متخصص في الشرق الأوسط وأيضا على مستوى منطقة الخليج. أكيد يوسف، بالتوفيق إن شاء الله لكل هؤلاء المتدربين الخريجين في عملهم إن شاء الله المستقبلي ضمن يعني هذه الخطة الاستراتيجية ورؤية المملكة في مجال النقل. شكرا جزيلا لك يوسف الحميد، مراسل الإخبارية من القصيم.